احنا في رمضان كل سنة وانتوا طيبين. هما بتوع مدينتي دول على راسي والله، يعني ناس زي الفل ومحترمة وكل حاجة، بس احنا صايمين ومش عايزين نخرج عن صيامنا. احنا صايمين ومش عايزين نخرج، وانا بتكلم بالعافية يا جماعة والله العظيم، بس انا فاض بيا، لان كل ما افتح اي حاجة الاقي الاعلام في وشي. انت النهاردة في مكان مش موجود في اي حتة، لا في مصر ولا بره مصر. المكان ده مش موجود لا جوه مصر ولا بره مصر. رحت فين انت؟ ولا بره هو طلع يومين السخنه وراح 3 ايام العجمي يصيف، فخلاص هو هرش الدنيا. لا جوه مصر ولا بره، ما لف الدنيا كلها وعرف ان مش موجود لا جوه ولا بره. عايشه في انجلترا معظم حياتي، واول سكن فكرت ان انا اسكن في مصر كان في مدينتي. ما عنديش مشكله طنط، الحمد لله على السلامه، نورتي بلدك حضرتك. انا ما اعرفش ايه اسباب رجوعك من بريطانيا، كسرت فيزا كفيل زحلقك، انا ما اعرفش، بس المتأكد منه حضرتك اكيد راجع من بريطانيا بعد سنين عاملاهم على قلبك مكمراهم وفي خميرة، فاكيد حضرتك هترجع على مدينتي، اكيد مش هترجع على اول فيصل ولا هتنورينا في احمد اسمت في عين شمس حضرتك، فاكيد مدينتي، بس في اماكن تانية كتير حلوة برضو، يعني لو خدتي لفتين كده في اي حتة انت والواد حمادة حفيدك هتعجبك اماكن كتير والله طنط حلوة في البلد. اول ما بدخل مدينتي بحس ان انا دخلت في مكان تاني بدنيا تانية. مكان تاني ودنيا تانية يا جماعة، يعني مش عارف يا جماعة انتوا ليه بتحسسونا ان احنا كلاب بلدي؟ ريحتنا وحشة مثلا، مش اي مكان تاني. انت كنت بره عندنا بتزوري اي حد في اي حتة، يعني احنا برضو اماكن، يعني ايه مكان تاني وبحس ان انا رجعت للدنيا؟ كنت عايشين في الادغال مثلا، كنت في الادغال ورجعتي بيتك؟ مفيش مكان في جوه مصر العربية زي الرحاب ومدينتي الى الان، مفيش. كداب واقرا، بس عشان انت اقرا انا هعديها لك ومش هعمل نفسي خدتش بالي، يا ريت ما تكررهاش تاني. هنا الحياة حلوة، مفيش تلوث. ايه انت؟ عندنا عايشين في تلوث مثلا؟ عايشين في قرف مثلا؟ مش معنى ان احنا عندنا اتوبيسات بتطلع كربون من ورا وميكروباصات بتطلع في دخان اسود والتكاتك بتدي في امبليهات يبقى ده تلوث؟ يعني مش اي حاجه يطلع عليها تلوث يا جماعه. اولا دي مواد مفيده جدا للجسم وبترفع من مناعه جسم الانسان، وفي كورونا وفي قرف، ولا ما سمعتش عن الكورونا؟ فمش اي حاجه نقول عليها تلوث يا جماعه، او مش اي اتهامات بالباطل يا جماعه للغير وخلاص. احنا عايشين زي الفل ما عندناش اي تلوث، شوية حاجات بسيطة وشكليات بسيطة بنعرف نتأقلم معاها عادي جدا. ما تطلعيش تتقرفينا انت كمان، مش ناقصاكي، روحي كملي جري لكش يا رب تتكعبلي تقع على بوزك تتكسري. هنا في ذوق في شياكة. ايه هنا في ذوق في شياكة يا بنت يا ريم؟ ما انت قصدك ايه بكلامك؟ معفنين احنا مثلا؟ ما بنعرفش نطقم؟ ده احنا ملوك التطقيم، والسراج مول يشهد، حارقين ورايحين جايين مش عاتقين محل جوه. شوزات هات، بناطيل، تيشرتات، لم شيل اشتري، ميكسات بنعمل، كوكتيلات بنساوي، هزيمتي كلها جلد، تعبان كوبرا كمان مش حنش عادي، ما تلم نفسك. حتى السينما هنا احلى. يا جماعه السينما عندنا بجد والله حد يفهمني الجمله، يعني بيوزعوا في الشارع عندكم ببلاش مثلا بسكوت وكتاكيتو وبتاع بيروقوا عليكم، ولا عندكم افلام مش موجوده عندنا ولا يعني؟ حد يفهمني يا جماعه، ما تعقلوا كلمه يا جماعه. الناس كلها شبه بعض والكوميونتي حلوه قوي. يعني دي حلوه رقبة انت ما وصفت الرقبة اللي تنشكي في زورك انت. انت بتتكلمي كده بتخنفي ليه اولا؟ وبتتكلمي كده يعني ايه؟ وبعدين يعني ايه الناس؟ يعني ايه الناس يا جماعة شبه بعض قوي يعني؟ بجد والله يعني ايه يعني الناس يعني انتوا شبه بعض جوه واحنا ايه طيب؟ احنا ولاد كلب يا جماعة ولا ايه؟ بجد والله يا جماعة كفاية التجريح بقى. يعني ما انتوا ليه محاسين انتوا بتتكلموا عن يعني مصاصين دماء عن اكلين لحوم البشر؟ مية الصرف بتتعالج وتسقي الزرع، يعني مفيش قدر. حضرتك احنا عندنا بنشرب مية الصرف نفسها وبنطبخ بيها. ما هو هتعلق عليا هعلق عليك والله العظيم بنشربها، فبلاش نزايد على بعض. ساعة واحدة بالليل ممكن انزل اتمشى انا واخواتي انا واصحابي. الشارع واحدة بالليل دي اسمها قلة ادب وانحراف ومرقعة فارغة، مرقعة فارغة، مفيش حاجة اسمها ننزل واحدة بالليل دي، ولما حد يتحرش بينا نقعد نصوت ونصرخ وحكومة والشباب والمجتمع والقرف على دماغكم، اتلموا في بيوتكم اتلقحوا، ما عندناش نسوان تنزل بعد الساعة 10 يا جماعة، بلاش قلة ادب. حياتنا مع بعض هنبنيها هنا. كنتش عطلان على حياتك انت والولا اللي معاكي هتبنوها فين؟ خالص. ففي الصيام ده انا مش واقف على كده ابدا، مش مستنى ان انا اعرف فين حياتكم هتبنوه، فربنا يكرمكم، ربنا يكرمكم في اي حته، تطلعوا توشكى هناك تبنوا هناك وتزرعوا، تطلعوا الخرطوم بيقولوا الجو بيبقى حلو هناك في الربيع، حضرتك حره. تنظيم مساحه الخضره في كيدز اريا في كل حته. كيدز اريا وجنيه، ايه يعني كيدز اريا وجنيه؟ في اي حته يا جماعه فين التجديد؟ ما اي حته في مصر فيها كده. ده القهاوي بقى فيها كيدز، ده السيد المكواجي تحت بيتنا اقسم بالله حاطط مرجحتين وزحليقه وقالب خاربها، خارب الناس كلها اللي رايحه تكوى عنده، وتودي الكراسين بيسيبوا عيالها يلعبوا في امان وفي منتهى الجمال والروقان اللي في الدنيا، ولا حد جاب سيرته في اعلان ولا حد قال ده قلبها وندرلاند.
فين التجديد يعني؟ مش فاهم ايه كيدز اريا وايه جناين يعني؟ يعني ايه جناين؟ الجناين موجوده في كل حته يا جماعه، يعني الجناين واللاندسكيب والكلام ده كله موجود في كل حته. انا بيتي اهو اهو، بيتي بيطل على الجناين اهو. يعني يعني فين فين, فين, فين دي حادثه بسيطه ملناش دعوه، اتنين ماسكين في بعض بيشلحوا لبعض عادي، عربيات نص نقل للتامين، العربيات دي كلها بتامننا احنا، مش عربيات نقل خالص، دي عربيات تامين تبع الشرطه بس متخفيه. فمصر كلها عايشه على الكيدز اريا يا جماعه، ايه المشكله؟ ده واد صايع ملناش دعوه بيه. جبال، انا بطل على جبال ولا انها اهو، ولا جبال الهيمالايا ورا في خرابه كبيره. يا جماعه مصر كلها بتطل على الكيدز اريا.